دكتور أحمد تفضل وذكر القصة اللي في ميلان اللي تسببت في النهاية بإسلام الرجل. أي في قصة عكس هذا شاب مصيبة. ابتعث شاب من أحد الدول العربية للدراسة، وأثناء بعثته كون علاقة مع بنت من الديانة النصرانية، ونشأ بينهم علاقة حب بين الطرفين، واستأذن أهله أنه يتزوجها. الكلام هذا بعد عدة أشهر، فقال له أبوه ما فيه، كانها بتسلم ما عندي مانع، غير كذا لا تزوج. فمن تعلقهم مع بعض طرح الموضوع عليها عن موضوع الإسلام، فقالت عطني مراجع، عطني كتب أنا راجعها وأقرأها وأشوف وأفكر. عطاها وعطاها فرصة يمكن 3 شهور 4 شهور، قرأت عن الإسلام يعني قراءة كاملة، أسلمت. وجاء يبشر أبوه، قال إنها أسلمت وإن شاء الله خلاص الآن ما في عوائق. فتفاجأ إنها لما أسلمت رفضت الزواج منه. من الولد؟ نعم. لأنها اطلعت على حقيقة الإسلام وعلى أخلاق الإسلام اللي هي التعاليم الإسلامية، بعضها مو موجود في الولد هذا. سبحان الله. عاد بدون تفصيل يعني بعضها. نعم. فأسلمت بسبب قراءتها عن الإسلام، ورفضت الزواج بهذا بسبب أخلاقه، بسبب الله. عكس الصورة اللي ذكرناها. سبحان الله. لا والعجيب بغاها تسلم عشان ياخذها عشان يتزوجها، فكان اسلامها سبب رفضه. سبحان الله. سبحان لما قرأت وتعمقت في الدين الاسلامي وشافت الاخلاق وشافت التعاليم الاسلاميه ما لقيتها متمثله في رفيقها. فيعني الانسان يعكس الصوره الحقيقيه للاسلام زي ما تفضل الاخوان كل اخلاقه تعامله. نعم. موضوع دينه مثل ما تفضل الدكتور احمد هذا له وبينه وبين رب العالمين ولا حد، لكن التعامل والاخلاق. نعم. يا سلام.